بعد رح نترافق تقريبا 10 دقائق نحن وياكم اليوم بعالم الصباح. من بعدها منودعكم، انما قبل بخلال هالعشر دقائق عندنا بعد كثير اشياء رح نحكي فيها. اولا انه نروح بهالجوله السريعه على صالات السينما قبل ما نرجع على الاستوديو لعند الشيف حسين. ضمن افلام هالاسبوع فيلم المغامرات باسنجرز بنسخه 3D عن مركبه فضائيه مسافره على كوكب بعيد وحامله معها الاف الاشخاص، وبيصير فيها عطل بغرف النوم وبيستيقظ 2 من المسافرين قبل وقتهم ب90 سنه مع جينيفر لورنس، كريس برات واندي غارسيا. والفيلم الكوميدي Why Him عن والد بيخلق منافسة مريرة مع صديق بنته الغني مع براين كرانستون، زوي دوتش وجيمس فرانكو. I'm gonna ask Steffi to marry me and I'd really like your blessing. Yeah. No. But he's a really good guy. Remember that night in the hot tub? I am gonna take this octopus down. Been public enemy since you fought PE. Boom! Shakalaka laka. وفيلم الانيميشن الغنائي Sing عن دب الكوالا اللي عنده فرصة أخيرة لاستعادة المجد لمسرحه من خلال إنتاج أهم مسابقة غناء بالعالم بأصوات ماثيو ماكونهي، ريز ويذرسبون، سيث ماكفرلين وسكارليت جوهانس. Don't let fear stop you from doing the thing you love. You know what's great about hitting rock bottom? There's only one way left to go and that's up. والفيلم الفرنسي الكوميدي دومان تو كومونس عن شخص بيتفاجئ بسيدة بتعطيه بنت وبتقول له إنها بنته وبتفل، وبيبدا من محاولاته لتربيتها لوحده مع عمر ساي. avec ton bébé c'est ta fille Christine t'as oublié tes affaires triche pas, j'ai juste rendre un enfant comme c'est pour moi. Carte d'embarquement et passeport. La copine elle a oublié sa fille. Carte d'embarquement et passeport. Mais donc tu connais qu'une phrase toi. Oh, somebody's getting. والفيلم الكوميدي Office Christmas Party عن شخص بتهدده أخته وشريكته بالإدارة إنها بدها تسكر فرع الشركة الخاص فيه، ولكنه بيعمل حفلة كبيرة لإنقاذ عمله مع جيسون بيتمان، أوليفيا مان ومشاركة كيت ماكينن وجينيفر أنستون. is coming undone. وفيلم الساينس فيكشن روج وان ستار وورز ستوري بنسخه 3D ترجع سلسله ستار وورز مع ثوره اللي بتعمل خطوه مخاطره لسرقه البلانز لنجمه الموت مع فيليسيتي جونز، مادز مايكلسون، جيمس ايرل جونز وفورست ويتكر. This is our chance. اليوم شيف حسين من عبكرة كان وعدنا بثلاث أصناف نحضرها، صار في عنا تقريبا 2 حاضرين قدامنا على الطاولة وبعد في آخر طبق بلش هو يحضره، رح ننتقل لعنده. عندي لبن. عرفت أنه عندك لبن. عرفتي؟ منذ الصباح الباكر عرفت طيب. أنه في لبن. وفي زنجبيل أخضر. في إشي ما كنت عم تقول عنه هلا، أنه كل شوي عم طيب. تخبرنا خبرية. طيب. هلا هون شو في عنا؟ أنا عرفت بالبن عندي وباللبن، بس أكثر من هيك ما عرفت شيء. عم تحكي جوا؟ رشة صغيرة. عندي زعفران. أوكي هيك اتفقنا. كمان رشة صغيرة. عندي حطيت زنجبيل أخضر. زنجبيل. عندي كمان من الثوم. شفت هدول كلهم ما خبرتنا عنهم بالاول. هلا عم نخبر. كله سسبنس. كله سسبنس. رشة صغيرة. بس هيدي أكلة مش يعني أنا مش مر علي. عندي أكلة جديدة، ملح كمان رشة. لبنانية؟ لا. لا مش لبنانية. إنه إيه لأنه فلفل أسود. أوكي. كمان رشة. حركة. هلا صار فيك تخلطيهم هونيك. حركة شو بده يصير. حركة. حركة أنت. اوكي حركة اوكي فينا هون نحن نحط كمان من البرش الحامض كمان شمي ريحتهم بتعقد بس انه عن جد بس بدنا نشوف مع البن هي اول مرة اوكي
لكن هاي الصلصه هيدي صوص لل اوكي عندي الخس هون نحن فينا نجيب سبانخ كمان بندوره لا ما بحب بندوره اوكي بس اخضر اوكي سبانخ من الاوراق وركة. الخضراء صح كمان هيدا الركة اوكي عندي من الجبنة طبعا فيني جيب حيلا نوع من انواع الاجبان بس شو المفضل تيمشي معه يعني حلوم طيب معه دبل كريم طيبة اوكي مثل ما عم نشوف بهالشكل اوكي هذا اليوم كتير بده شغل اللي عم تعملنا اياه بده تحضير بده وقت اوكي دبل كريم او حلوم ركة خس ملون او خس مشكل هلا خلينا نحن هون اوكي هيك بيكون خالص بدنا نسقيها اوكي طبق كتير طيب وهاي الصلصة كمان كتير طيبة لكن غادة هون ما خلصنا كنا بدنا نحط شيء دبس الرمان دبس الرمان يلا أنا هون بس ما انتبهت الصوص هون شو يلا رح نرجع نعيد لكل المشاهدين صارت بقلبها صح دبس أوكي أوكي لكن مشاهدينا نحن اليوم قدمنا ثلاث أطباق كانت حلقتنا صغيرة طبعا رح نبلش من عندك ولا من عندي لا من هون يلا هيدا هلأ خلص جبنا بعدنا حافظين اوكي هون انا ما بعرف شو صار جبنا باستا بعد ما كنا سلقينا باستا ثلاث الوان فزلي رسور سلقناها شلناها بردناها حطيناها بهالصحن الحلو حطينا فوقها من السالمون رشينا عصير حامض حطينا عسل فلفل اسود وملح رجعنا حطينا افوكا مثل ما عم نشوف وحطينا برش جزر زيناها بالخس اللولو وحطينا كبيس وهلا انا اخر شيء هون ليكي شو ضفت هليون اوكي هيدا الهليون ضفناه وزينته بالبردقان هيدا بالنسبه لانه أول. موسم صح هيدا بالنسبه لاول طبق انا بحب الفواكه بالسلطه على فكره طيب اكيد اكيد طيب المانجا الافوكا وال بقلب السلطه والاناناس اوكي قلت لك انا افوكا بس الافوكا بيعتبر من الخضار مش من الفواكه اوكي طيب الطبق الثاني مثل ما عم نشوفه نحن الباذنجان جبنا باذنجان شوينا الباذنجان قشرنا الباذنجان بردنا الباذنجان وقطعنا الباذنجان اوكي تمام لهون جبنا بصل جوانح قليناهم بزيت الزيتون مع ثوم وحطينا كمان بندوره قليناهم مع بعض بصل ثوم زيت زيتون بندوره ضفنا لهم الباذنجان اللي سلقينه والمقشرينه والمقطعينه وقلبناهم مع بعض حطينا ملح وفلفل اسود رشه شلناه سكبناه وزيناه بالركة وبدبس الرمان فينا نزيحه هيدا زحني اوكي نجي للطبق الثالث لازم نحط لهم كنا هيك ليبل نكتب عليها أوكي. نجي للطبق الثالث عندنا من الركة عندي من الخس الملون عندي كمان خس عربي وعندي من جبنة دبل كريم كمان صفيتهم بهالجاط وبهالصحن الحلو جبت الصلصة اللي هي كانت الصلصة من لبن حطينا كمان بن زعفران ثوم زنجبيل اخضر ملح وفلفل اسود كلهم سوا خلطناهم مع بعض صار عندي هالصلصه نكهتها كثير طيبه ما تستغربوا بن فعلا البن اعطاها نكهه كثير طيبه انا هيك يلا حتى نعرف هلا بدنا ندوق قبل ما نختم يعني يركض فينا الوقت دوقي بالاول خلينا هلا بندوقها بعد شوي بس كنت عم تقلي على الحبشة انه بعد في ناس هلا عم بتوصيك او عم تعمل او عم تسال عن موضوع الحبشة مشان يعني على راس السنة ايه صح بالنسبة للحبشة خلينا نرجع نحن نعيد بس هيك كنت عم تعطيهم نصائح انه شو معه الحبشة نحن لازم نجيبها نحطها بالفرن قبل ما نحطها بالفرن لازم تكون حالة من الثلج اذا ضل فيها ثلج وحطيناها بالفرن بتزنخ معنا فلازم نحلها من الثلج نغسلها بشوي
من الخل الابيض والملح وننقعها شوي بالماء والخل وبالملح منشيلها مننشفها منحطها بصينيه منحط معها من فوق منرشها او منتبلها ببهار ابيض بتوم بودره بملح كمان فينا نحط من الزنجبيل مش الاخضر زنجبيل بودره كلها سوا منتبلها بهالبهارات الحلوه المطيبه ومنحط معها بالصينيه من كرات كرفس جزر ورق غار حب هيل طبعا بقلبها من جوا منحط بصل ومنحط توم وبندهنها كمان بالزبده بس ما فينا ندهنها دغري بالزبده قبل ما نفوتها على الفرن بنحط مي وبنحط شوي من المواد الدهنيه زيت نباتي بنفوتها على الفرن على درجه حراره 300 حوالي نص ساعه بعد نص ساعه منشيل منحط زبده على وجهها كلها سوا وبنغطيها بالالمنيوم فويل كزطه لحتى تحبس كل الحراره والبخار وبنرجع بنفوتها على الفرن على درجه حراره 200 حوالي 3 ساعات انا هيك بيكون اخر حلقه لإلي بال 2016 ينعاد عليك أكيد بكره ما راح نشوفك اكيد انا بدي عيدكم عيد كل المشاهدين وين ما كانوا عم بيتابعونا وان شاء الله تكون سنه 2017 خير على الجميع ان شاء الله يا رب بالتفاؤل والامل والبحبوحه ان شاء الله يا رب انا ناطركم كمان بحلقه واحد واحد بدنا نستقبل عام 2017 انا وياكم وجوزيف وكارمن راح يكونوا كلكم موجودين بالاستوديو الله راد ميرسي ينعاد عليك لكن شف حسين نرجع بنشوفك انا بدي وداكم مشاهدينا بقيه نهار كثير حلو بتمنى لكم جميعا انتبهوا على الطرقات ونشوفكم بكره الساعه 10That you are, I'm yours even if time has passed. Take me.